كان في عنا أهم أهداف هي أحداث ثانويات مهنية في المنطقة. أعتقد حضراتكم حالياً في منطقتنا نفتقر إلى ثانويات مهنية، يعني ثانوية صناعية أو تجارية أو زراعية. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى قرعة، معاون مدير التربية والتعليم في غصن الزيتون. حضرنا اليوم ندوة تعريفية بالثانوية الصحية الأولى في مدينة عفرين. تم اللقاء بحضور أولياء أمور الطلاب والطلاب الذين سجلوا في هذه المدرسة. تم توضيح بعض الأفكار للأهالي والاستفسارات التي طرحوها حول مستقبل هذه الثانوية. قلنا لهم أن هذه الثانوية ثانوية مهنية، هي الأولى في المنطقة وتجربة أولى في سوريا. وقلنا لهم أن الطلاب في نهاية التعليم الثانوي هم سيكون لهم إن شاء الله بالتعاون مع الجهات المعنية مفاضلة خاصة بهم للدخول إلى الكليات الطبية والمعاهد الصحية الموجودة في منطقتنا. بالنسبة للشهادة الثانوية سيكون معترف فيها في الشمال السوري إن شاء الله وفي تركيا. Afrin'de zeytin hakkında öğrencilerimize fayda bulması için bir sağlık meslek lisesi açılması düşüncemiz vardı. İnşallah bunun ileride faydalarını çok göreceksiniz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة النابو، طالبة في ثانوية صحية. جيت لهون لأدرس اختصاص الطب، وأنا بحب هذا الاختصاص كتير، فهي المدرسة كتير منيحة للي بحب الاختصاصات الطبية. فبنصح أنا أنه كل حدا بحب هاي الاختصاص الطبية يدخل بالاختصاص الطبي. فهون هاي المدرسة أحسن مدرسة بعفرين للاختصاصات الطبية. وهون بشكر كل الأساتذة، لأنه كل أستاذ عنده طريقة بالشرح وعنده تمييز عن باقي الأساتذة. كل أستاذ مميز بشرحه، وشكرا لكل الأساتذة وللمدرسة. السلام عليكم، أنا طالبة ياسمين عيسى، طالبة صف عاشر ومن عفرين. اخترت هاي الثانوية لأحقق فيها حلمي، واللي الثانوية وفرتنا كتير فرص إنه نحن نحقق فيها أحلامنا، وشهادتها معترفة فينا ندخل فيها المواد الطبية والتخصصات الطبية اللي نحن بدنا إياها. وشكر خاص لهاي الثانوية، والكادر كتير ممتاز.